مشاركة متميزة للمملكة العربية السعودية في معرض جنيف الدولي للابتكارات من خلال جامعة الملك عبد العزيز التي شاركت بخمس ابتكارات وجامعة الملك خالد بثلاث ابتكارات معترف بها من قبل المنظمة العالمية لرعاية الملكية الفكرية، هذا فضلا عن مشاركة بعض المبدعين والمبتكرين السعوديين. تكمن أهمية هذا المعرض في صقل المهارات وتعزيز روح المبادرة للطلاب في روح المبادرة ريادة وريادة الأعمال. الحمد لله بفضل شاركة الجامعة في هذا المعرض ممثلة بالمركز بثلاث ابتكارات واختراعات للطلاب، وبحمد الله بفضل فاز المخترعين بجوائز في هذا المعرض. فزنا نحمد الله في الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية في هذا المعرض. شاركت في معرض جنيف الدولي للابتكارات بجهاز يقوم بتقليل استهلاك الطاقة للسخانات الموجودة في البيوت دون الحاجة إلى شراء سخان جديد. طريقة عمل الجهاز بعد أن تقوم بوصل السخان فيه يقوم بمعرفة كمية الماء المستخدم وبناء عليه يعطيك الطاقة المطلوبة والحرارة المطلوبة. وقد تمكنت المملكة العربية السعودية من الحصول على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف الأولى في المعرض، إضافة إلى الميداليات الفضية والبرونزية، ويمنح الفوز بإحدى جوائز المعرض كل من المخترع والاختراع مصداقية عالية على مستوى العالم نظرا للمعايير والمقاييس الصارمة المتبعة في عملية التقييم. ابتكاري عبارة عن الـ EID Badge، هو Electronic ID، يعني بشكل عام هو تغيير البطاقة من كونها فقط تعريفية بالموظف أو بالطبيب إلى بطاقة تقدم معلومات ومهام وتسهيل للعمل. تقوم أول شيء لو أدخلت البطاقة داخل البادج دايركتلي ياخذ تسجيل حضورك، يقدرون يعرفون اي طابق انت في غرفه العمليات، في الطوارئ، في العيادات، يقدرون يتواصلون معك من خلال الاي دي. الابتكار يتكلم عن الثلاجه الذكيه بحيث انه هو عباره عن بوابه خارجيه تشمل ما يقارب قارب باركود وشاشه جانبيه، بحيث ان اي منتج يتم عرضه عن طريق قارئ الباركود يتحقق من صلاحيه المنتج او من انتهائه. في حال ان هذا المنتج صلاحيته منتهيه فهو يسوي عمليه اقفال للثلاجه، وفي حال دون ذلك فانه يعرض كافه التفاصيل على الشاشه الخارجيه ليتمكن صاحب البيت او صاحب المنزل من معرفه المنتجات متى انتهائها، حيث ان المنتج كذلك يرسل رسائل SMS فور قرب انتهاء المنتجات. وقد حازت المبتكرة السعودية خلود العباسي كأصغر مبدعة ومخترعة جوائز ذهبية وأخرى برونزية، منافسة بذلك كبار المخترعين والمبدعين من الدول الصناعية الذي وصل عددهم في معرض هذا العام إلى 725 مخترعا شاركوا بقرابة 1000 اختراع في مختلف المجالات التقنية والطبية والبيئية. مخترعة وسيلة نقل وأيضا تستعمل في الألغام، طبعا هي منافسة لكثير من وسائل النقل الموجودة في أكبر الدول الصناعية. طبعا بهذا الاختراع نافست في أكثر من منافسة عالمية وحصلت من هذه المنافسات على 14 ميدالية ذهبية وجائزة أفضل مخترعة من المنظمة العالمية للحماية الفكرية. هذا ويعتبر معرض جنيف الدولي للاختراعات نافذة سنوية للمخترعين والمبتكرين وساحة دولية للمشاركة والتفاعل ولعرض الابتكارات والاختراعات من كل بلاد العالم. المملكة العربية السعودية تميزت في معرض الاختراعات الدولي بجنيف بإبداعات وابتكارات عالمية. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، معرض الاختراعات الدولي جنيف.